اهلا اهلا علاء بيل وردي وهلا هانم، اتفضلوا. ثانك يو. يا اكرم، اللوكان ده ما اتغيرتش من ايام والدك الله يرحمه، مش كده يا هاله؟ نو اي ثينك انها اتغيرت شويه عن السنه اللي فاتت. يعني هي اتغيرت شويه بس حاسس انك جددت نص يا اكرم ونسيت نص ما جددتوش ولا ايه؟ ما اتغيرتش ايه بس يا علاء بيه، انا طورت كل حاجه هنا في اللوكان ده. لا يا اكرم ما تهزرش، انت واضح ان انت طورت الجزء ده، بس الجزء ده واضح ان انت لسه ما طورتوش، عايز تعمل فيه حاجه لا جديده. لا لا الجزء ده كده يعني حاجه مودرن يعني إيه. والجزء ده حاجه كده تاريخيه يعني الاصاله والعراقه وعبق التاريخ وريحه الزمن الجميل، انت تلاقيك شاممها وانت واقف. باينه قوي الريحه يا اكرم. طب طمني بقى وقول لي، احنا هنقعد في انهي جزء بقى، في الجزء الجديد ده ولا في الجزء بتاع العراقه والاصاله والجمال؟ لا 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 عادك هنا برضه، لا طبعا تقعد في الاصاله والعراقه والزمن الجميل. اوه نو واي، انا هقعد هنا. اوف اوه بيبي بص التراب. لا حبيبتي اكيد مش تقعدي هنا. اوه نو واي، تقعدي في الاوضه. اهلا 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 علاء بالفلاوري وهلا هانم، نورتونا وشرفتوا اللوكاندا. اهلا اهلا يا اميره هانم، ايه القمر ده كله؟ ميرسي. ايه الشياكه دي كلها مدام اميره؟ عجبتك مدام هلا؟ يس شور شور، انا بتابع صورك على انستغرام، فاشن ايكون يا روحي. ماي فير اند لافلي. ادي انا ايه في فانزاتك ولا الفولور؟ الله اكبر. افندم معلش هبطل وادور تاني. حاضر. او او نو 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 واي، ام ا بيج فان. وانا بيك تيستي. كومبو ولا لارج تحبي؟ البطاطس عندي سخنه نار. ها ولا ايه اكرم؟ مولعه يا روحي. ها الاوضه بتاعتهم جهزت؟ طبعا يا روحي. يا رمضان. مدام هاله يس. استاذنك اول ما تطلعي الاوضه فوق هتلاقيني جايبه لك سوفوني صغيره، حطها لك على الشوفوني على ايدك اليمين جنب الكوبوني. طب ولزومه ايه التعب ده بس يا مدام اميره؟ يعني كفايه حجز واللوكاندا والالوان الجميله دي كلها. لا اي تعب علاء بيه، ده شويه فساتين كده يا رب بس تعجب مدام هاله. بس مدام هاله لو لقيتيهم ضيقين من عند الجناب عندك، عشان انت عندك نفس مشكله جنابي بالملي. اوه بيب. حبيبتي قلت لك ما تجرحيش حد كده، هي جسمها مش ملفوف زي جسمك يا بابا. لازم افرسها. لا يا قلبي حرام عليكي تجرحيها البنت. استنى انت بس، انت فاهم حاجه؟ ماشي خدي راحتك. ايه ايه انا اتخنت ولا ايه؟ نو واي طبعا مفيش. لا 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 انا لازم اغير دكتور الدايت بتاعي. كورس على طول هنغيره. يس. ايه ده مدام هاله، هو انت متابعه مع دكتور دايت عشان جنابك؟ يس. اصل انا متابعه مع مقاول. او ده بيعمل ايه مدام اميره؟ عمل الحلوق والمحاره وبكره هيقسم الجراج. او طب وريني كده. احذر منطقه عمل. اوكي احنا طيب مش هنطلع روم ولا ايه؟ وايه لازمتها الروم؟ اطلعي الاوضه على طول. لسه هتعدي تاكلي الروم بقى وبعد كده تروحي الاوضه ولا ايه؟ حبيبتي حبيبتي الروم دي يعني الاوضه بالانجلش، بس انت عشان فرنسي فمش فاهم. ايه ده بجد؟ اصل انا افتكرتها الرومي والفلامنكي والشيدر. لا ده جوع ده. اوكي صح والله صح صح. ايه طب فين ال يا رمضان؟ اه يا رمضان. الحمد لله على السلامة يا جاي من الصفا. قمرين قمرين دول ولعنين قلب النيل. اهلا اهلا مرحب مرحب، شرفتونا ونورتونا. هندري بندري بندن دل. الله حلو قوي. مين ده يا اكرم؟ ده رمضان مسؤول النظافه هنا في اللوكاندا. ده مسؤول النظافه؟ اكرم بيه صاحب اللوكاندا. لا ما يغركش شكله، ده هو زي الفل يعني. يا زي الفل. انت بدات تقلقني من اول. هو حاجه من ريحه الزمن. يعني بص هلا هاني فرحانه بيه ازاي؟ هاي رمضان كل حاجه تمام؟ طبعا اكرم بيه صاحب اللوكاندا، اكرم بيه صاحب اللوكاندا. ابيك يا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. يلا قبل ما يقعد يا جرحوح. يلا 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 اموت في التفاهه. اكرم بيه كله تمام يا باشا. يعني كله تمام؟ كله تمام يا باشا. اللوكاندا بتاعت سعادتك ترمي فيها. ايه ارمي فيها ايه؟ مش هكمل.
يعني كله تمام، احنا بس فاضل لنا 10 دقايق. تعملوا فيهم ايه؟ ادينا 10 دقايق. ايوه تعملوا فيهم ايه؟ هنصلح الدش. دش ايه بس يا رمضان هتفضحنا؟ الدش، الدش اللي بيجيب القنوات الفضائيه. انا عارف ما الدش بيستحموا فيه، ما اكيد بيجيب قنوات فضائيه. امال ايه؟ ادينا 10 دقايق. طب خلاص يا رمضان ما تتكلمش قدام الراجل. اكرم بيها صاحب اللوكاندا. هو مرحب قوي رمضان. مرحب جدا. ايه رايك يا علاء بيه نروح نتفرج على البول لغايه ما رمضان يخلص بقيه الشغل؟ مش عارف والله يا اكرم، حاسس انه مش وقته خالص. هلا حبيبتي تحبي نروح نتفرج على البول؟ يس واي نوت. اوكي يلا بينا نروح. اوكي ده وافقت والمصحف. طب يلا يا جماعه واقفين ليه؟ فضل. يلا بينا. اتفضل 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 جدا يا مريم اميره. اتفضل اتفضل اتفضلوا يا جماعه. الحال يا اكرم انتهى. يا عمي ايه؟ عارف ده متكلف قد ايه؟ ده ممثل خبط الديكور. الديكور ممثل. ليش ليش الحق يا عمي، في مصيبه انيل من دي. سلامتك يا عمي. ده ايه يعني؟ في مصيبه كبيره. طلعت اوضه 55 عشان اشوف الراجل اللي انت قلت لي اطلع اشوفه، ده اللي بتاع الجوافه اللي ممكن تتم. دخلت ما لقيتش حد في الاوضه، دخلت على الحمام لقيته مخبوط على راسه وسايح في دمه، وقع جنب البتاع ده اللي هو بتاع الدش، اسمه ايه ده؟ البيانو. ده بيانو ايه يا اهبل؟ معلش متوتر. ايه بيانو ايه؟ اسمه بانيون. اسمه ايه؟ البانيون. ما انت من ايام المال والبانيون. جيل الذهبي ده. ايوه هو واقع جنب البانيون. ايوه يعني طلع مين الراجل ده؟ ما اعرفوش. بقول لك واقع صحيح، اقول له بعد اذنك فوق وقول لي انت مين. طب ما احنا كده يا ابني لازم نتصرف يا ابني. الراجل دلوقتي اكرم هياخد الفلوس بتاعته. طقطقان طقطقان ده حشره، ده ابو الطقطقان ده. مش مهم، تعال نشوف اسمه في الدفاتر ندور كويس. وريني. انا هشوف الدفاتر وهات الشنط بتاعتهم دي نطلعها الاوضه. حاضر حاضر. يلا يلا بسرعه. يلا ايه شنط تقيله يا اهبل. ايوه ماشي. كان ممكن تعديها بس ماشي. يلا قول لي تاني. روح هات الشنط بسرعه. حاضر حاضر. يا اوفر ماليها عجل، ماليها عجل. طب العجل بيفرق فيه تقيل وخفيف ولا كله بي؟ طبعا. طب ما انت كنت مشيتها. كنت قاعدة مع مدام أميرة على البول والفيو كان يجنن. مدام أميرة تحبي تقولي إيه للفولورز بتوعي؟ إيه دول؟ المتابعين. إيه ده بجد؟ هم قد إيه يا مدام هالة؟ 10 مليون. كتير يعني؟ أوي. أوكي، أحب أقول لمتابعين مدام هالة يا ريت يسيبوا الأكاونت عندها ويجوا الأكاونت عندي، بيضحك موت يا جماعة. وغير إن أنا بطلع رحلات وبوزع وجبات، يعني كل حاجة حلوة. ومدام هالة عارفة اسم الأكاونت عندي؟ يس، أكاونت فراشة المعادي. لا، فراشة المعادي. اوكي طيب، حابه تقول لهم حاجه تانية؟ طبعا، يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وصبري كريب. او سبسكرايب جايز. حبيكيها يا مدام هالة قوي. باي باي باي.